كيف يحافظ المسلم على إسلامه في بلاد الكفر؟ يحافظ عليه بالحرص، تمسك بالدليل، فهذا يساعدك، ثم بالجلساء الصالحين. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ولا تخلكيه، فحامل المسك إما أن يحييك، وإما أن تبتع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ولا تخلكيه، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وماذا؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم في شأن أهل الجنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: وإنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. والشاعر يقول: أخي قل طيب. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون بالفاء، نعم يا إخواننا. والشاعر يقول: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يبتدي. أولئك الذين يقولون: ما عليش جائز وماذا وغلال متشدد، وإذا كان التلفزيون يحقن قالوا متشدد، هؤلاء تحذر منهم وتبتعد منهم، تطالب الدليل، ما دليله؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد رجالي، وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم، والابتعاد أيضا عن التقاليد وعما ألفته قبل الإسلام. الناس تتوق وتميل إلى ما ألفه الشخص قبله، فينبغي أن يبتعد عن ذلك، وأن يجالس المسلمين الصالحين. المرء على دين خليله فلينصر أحدكم من يخالف. تحرص على مجالسة الصالحين، أي نعم، وتسألهم عن دينك وتتناقش معهم. وأولئك الذين يقولون: هذا جائز، ما عليش، أنتم متشددون. أي والله يا أخواننا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذكرت شيئا وهي مسألة إخوان فلسطينيين متمسكون بالسنة، وكانوا يمرون بسيننا، وصاحب السينما خبيث يرشهم بالخط، أي ليغيظهم. فلسطينيون يرشهم بالخمر في فلسطين الظاهر او ما يقال فلسطين، فنادى. فبعد ذلك ضربوا صاحب السينما واحتلوها واعطوا له ماذا؟ اعطوا له قيمته وما خسر فيها، وحولوها الى مكتبه وشكا لطلبه العلم. فماذا يقول جماعة حماس؟ هؤلاء متشددون. نعم، نحن نبدأ إلى الله من هذا التشدد، وما نحن واليهود جاءوا إليهم قالوا لهم: قضية بيننا العرب، ما لكم دخل، وخلص. لكن أخذوا خيرهم ورحلوا، أحسن واحد فيه العلم، ورحلوا عن فلسطين. فماذا؟ وأيضا السينما التي احتلها الإخوان في جعار وزنجبار، يا أخوان، في جعار التي احتلها جماعة الجهاد الإمام الراقرا في جعار، نعم، أتوا بإمام من إخواننا. الحكومة تريد أن ترد سينما، وماذا؟ والإخوان يقولون: لا،
مسجد ونحن قد خسرنا بها بدر مليون، وصحيح خسروا بها فارغ ما أخبروني بدر مليون. والإخوان المغلسون يأتون بحل وسط، قالوا سينما إسلامية. الله المستعان، الله المستعان يا أخواننا، بنك إسلامي وسينما إسلامية وديمقراطية إسلامية واشتراكية إسلامية، وما أدري كل حاجة، وهم يلوثون الإسلام بها، يلوثون الإسلام بها. والله المستعان، الله المستعان. المهم يا أخواننا، كونوا حذرين غاية الحذر من أولئكم الذين يأتون بالحلول الوسطية. الحلول الوسطية إيه؟ والله يا أخواننا، والله أمريكا وغيرها من أصحاب الله من السلفيين قالوا هم لا يقبلون الحلول الوسطية، لكن الإخوان ممكن أن يقبلوا الحلول الوسطية. والله المستعان.